وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
ومنها كان عنوان المحاضرة زاد الطريق هو الذي أمر به ربنا جل وعلا فيما سمعنا من تلك الآية المتلوة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهل يصبح زاد للآخرة إلا أن يتمثل في تقوى الله جل وعلا؟ ليس الزاد هناك طعاما ولا شرابا ولا لباسا ولا مواصلة ولا أورابا كهذه التي تهمنا في أسبابنا الدنيوية، إنما الزاد الذين تزودوا به في طريقنا إلى الآخرة في ذلك السفر الطويل هو تقوى الملك الجليل. وأمر به من ذلك كما أمر به رب العباد فيما أسلفنا من أجل آية سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الزاد كذلك أمر به المسافرين والمقيمين مع أنها مصيرة
فتزوج لها بزاد فكيف بالسفر الكافر وهو سفر طويل. واذا رضي الله عن ابي الدرداء قال لاصحابه يوما اليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بذات؟ قالوا بلى. لا
Yeah.
I'm gonna
سماها القرآن كلمة التقوى. فقال علي بن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه: وألزمه كلمة التقوى، وكانوا أعظمها وأهلها. ثم تتزوجوا معنا التقوى لتصل بالمسلم إلى درجة العزة. هي معنا على طول الطريق، والناس فيها على درجات، كل منهم على قدر ذلك. تكون لذته وتكون درجته وتكون نظامه. فذا الطريق هذا منه اقصد دار يقيم لك الطريق. فمن الناس من ترى نوره بين ايديهم وبين ايمانهم، له جاه عظيم من التقى. ومن الناس من ضعف جاره يوم ان عبد الاسلام كلمته او جعل الايمان بالتمني او التامل او التلهف. فهذا الذي قال لا اله الا الله وترك مقتضياتها ولم يعمل بواجباتها ولم يعرف حقوقها ولم يدرك شروطها ولم يتامل معناها، ثم هو يقابل بالصلاه يصلي حينا ويتهاون حينا، هذا نوره على قدره. لو نور يضيء كنور الشمعة نور الذكر، نور الأطاع، نور النقاء.